السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله، أخواتنا بناتنا شبابنا، ربنا يبارك فيكم وربنا يحفظكم يا رب. النهاردة إن شاء الله بإذن الله مع المرحلة الثانية من مراحل سلسلة شبابيك. المرحلة الأولى كانت من فترة قريبة جدا فضل الله سبحانه وتعالى، وبدأنا في 10 ذي الحجة إن إحنا نبدأ المرحلة الأولى من برنامج شبابيك. إزاي نفتح شبابيك في قلوبنا يدخل منها نور الله سبحانه وتعالى؟ إزاي نفتح شبابيك بيننا وبين الناس؟ إزاي ننزل للواقع؟ إزاي نحط ايدينا في ايدين الناس مع بعض كده واحنا رايحين للنبي عليه الصلاه والسلام على الحوض عشان نشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام شربه لا نظمأ بعدها ابدا. شبابيك الجزء الثاني يا جماعه، شبابيك الجزء الثاني تحت عنوان خطط لمستقبلك. يعني ايه خطط لمستقبلك؟ علماء الاداره بيقولوا ان عدم التخطيط هو التخطيط ولكن للفشل. يعني اللي ما بيخططش هو بيخطط فعلا ولكن لانه يكون انسان فاشل. طيب اذا كان الكلام ده اتقال على الدنيا امال على الاخره؟ يعني لما بيخططش في الجنه بيخطط بس لانه ما يدخلهاش، اللي ما بيخططش للنجاه من النار بيخطط بس لانه يدخلها، اللي ما بيخططش لمستقبله الحقيقي، اللي ما بيخططش لدنيته واخرته. تعالوا في البرنامج ده، تعالوا في المرحله الثانيه من شبابيك نخطط لمستقبلنا، نخطط للمستقبل بتاعنا. هنتعلم مع بعض هنا ازاي نخطط. كل حلقه هنخطط مع بعض لمرحله من المراحل الخطيره في حياتنا. هنتعلم في اول مره ازاي نخطط لدنيتنا، للدنيا بتاعتنا. هو في برنامج ديني هنتكلم عن التخطيط للدنيا؟ مش انت نفسك تبقي انسانه سعيده؟ مش انت نفسك ربنا يفتح عليك في رزقك؟ مش انت نفسك مشاكل حياتك تتحل؟ مش انت نفسك دنيتك ديت ربنا اتنا في الدنيا حسنه؟ مش ده كان اكثر دعاء النبي عليه الصلاه والسلام وفي الاخره حسنه؟ يبقى هنتكلم ازاي نخطط لدنيتنا، ازاي الدنيا ديت تبقى مرحله من اسعد مراحل حياتنا. هنتكلم هنا ازاي نخطط للحظه الاحتضار. الاحتضار هو لحظه الاحتضار دي محتاجه تخطيط؟ طبعا محتاجه تخطيط. لما عبد الله بن عمرو بن العاص كان ابوه بيموت، عمرو بن العاص رضي الله عنه في الاحتضار قال له يا ابتي كنت تقول لو ان رجلا عاقلا وصف لنا الموت وهو يموت؟ انت كنت يا ابي بتتمنى ان واحد عاقل يوصف لنا الموت وهو بيموت؟ واني اراك ذلك الرجل يا ابي، اوصف لي الموت، قول لي الموت ده شكله ايه. فقال يا بني كان السماء قد اطبقت على الارض وكاني بينهما وكاني اتنفس من ثقب ابره وكاني اتنفس من ثقب ابره. يبقى التخطيط للحظه الاحتضار، اللحظة دي هي اللحظة اللي الشيطان يعني الشياطين بيجي خنزب مثلا في الصلاة يحاول يبوظ لك صلاتك، بيجي شيطان يحاول يفسد بينك وبين زوجك، بيجي شيطان. ولكن الشيطان ساعة الموت ساعة الاعتذار ما بيشكلش على المعصية لأنه مش عايزك تعصي. الشيطان عايزك تبقى معاه في جهنم، والمعصية ربنا ممكن يغفرها ولكن الله لا يغفر الكفر ولا يغفر الشرك سبحانه وتعالى. عشان كده الشيطان بيجي لحظة الاعتذار يشكل على الكفر، يشكل على التشكيك في الدين، التشكيك في العقيدة. تخيل كده يا اللي بتدخل على اي موقع الحادي وبتتاثر بالكلام اللي بيقولوه، تخيل اللي صدقت كلام بتوع التوك شوف التشكيك في السنه، تخيلي يا اللي بدات تصدقي الكلام بتاع التشكيك في عذاب القبر، تخيل يا اللي بدات تشك في دينك لما سمعت كلام اهل الشبهات عليه. لما يجي لك الشيطان ساعه الموت ويقول لك انا فلان قريبك اللي مت قبلك، انا اكتشفت ان الاسلام مش هو الصح، انا اكتشفت ان الصح هو اليهوديه، انا اكتشفت ان الصح هو البوذيه، هتعمل ايه ساعتها؟ هتعملي ايه ساعتها؟ يبقى خطط للحظة الاحتضار بالتسلح باليقين. يبقى اللي مش هيتحصن باليقين من الوقتي، اللي مش هيصلح مش هيحصن اليقين من الوقتي ممكن يتصدم ساعة الموت. اذا كان الشيطان ضحك على الشباب وهم في اقوى حالاتهم وقعهم في المعصية، امال وهم في اضعف حالاتهم لما يجي يشككهم في دينهم هيحصل ايه؟ خطط لمستقبلك ساعة الموت، خطط لمستقبلك عند الموت. يعني ايه عند الموت؟ هتموتي على ايه؟ هتموتي على ايه؟ ده دي حلقة تانية لوحدها. ايه الخاتمة اللي هنقابل بها ربنا؟ ايه الحاجة اللي انت هتقابلي بها ربنا سبحانه وتعالى؟ على الموقف المشهد النهائي للعمل بتاعك. انت تعرفي ان انت لما تفتحي صحيفتك ساعة تطاير الصحف يوم القيامة اول عمل هتقريه مش هو اول عمل انت عملتيه، اول عمل هتقريه هو اخر عمل عملتيه. انما الاعمال بالخواتيم، يعني اخطر عمل في حياتك هو اخر عمل في حياتك، هو ده اول عمل انت هتقراه ساعة تطاير الصحف. خطط لمستقبلك ساعة العرض على الله. لما ربنا يسألك على الاسلام، لما يجي الاسلام ويقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني، حتى إذا جاء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر. يعني من ضمن الأسئلة ساعة العرض على الله سؤال، عملت إيه للإسلام؟ عملت إيه للإسلام؟ نصرت دينك ولا لا؟ الدين هيشهد عليك في اللحظة دي، عملت
عملت ايه للدين؟ لما كان اليهود يعني حرقوا شاب فلسطيني في رمضان اللي فات دهوت، لما كان اليهود ضربوه بقذيفه حرقوه والام شايلاه على ايديها وبتجري تدور على مستشفى، مفيش مواصله توصلها، مفيش حد في الشارع لسه موجود، لحد ما ابنها اتحرق على ايديها مات محروق وهي مش قادره توصله، اللحظه دي انت كنت بتعملي فيها ايه؟ اللحظه دي انت كنت بتعمل فيها ايه؟ خططوا يا جماعه، خططوا، لان احنا لازم نخطط، خططوا للجنه، خططوا الجنه عرضوها السماوات والارض، كل علم الاداره وستيفن كوفي والكلام بتاع الاداره والتايم مانجمنت والدبلومات والاتش ار وكل الدورات بتاعه علم الاداره كلها عشان نخطط ازاي نكسب مليون جنيه، ازاي نكسب 2 مليون جنيه. طب التخطيط لجنه عرضها السماوات والارض ممكن يحتل قد ايه من حياتنا؟ عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو داخل الجنه وداخل الفردوس الاعلى الاول على البشريه، فلقى امراه بتجري بتسابقه، دي رقم 2 على البشريه، دي الثانيه على البشريه في البشريه كلها في دخول الجنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام مبهور ان في امراه هي اللي خدت الثاني، فبيقولها من انت؟ انت مين؟ انت مين؟ قالت له انا امراه، مش انا فلانه، مفيش هنا تعريف بالاسماء، التعريف هنا بالاعمال. فقالت له انا امراه قعدت على عيال لي. يعني الست دي يا جماعه كانت بتصلي ولا ما كانتش دخلت الجنه؟ الست دي كانت بتصوم ولا ما كانتش دخلت الفردوس الاعلى؟ الست دي كانت بتقوم الليل، ولكن الست دي لما النبي عليه الصلاه والسلام سالها، الست دي كانت مركزه قوي في الدنيا وهي عرفت ان تركيزها كان من اسباب دخولها الفردوس الاعلى، فلما النبي سالها ما قالتلوش ده انا كنت بصلي وبصوم وبصدق، لا 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 لا، قالت له العمل اللي هي عارفه ان ده اللي دخلها الفردوس الاعلى، قالت له انا فرغت عمري لتربيه اولادي، تربيه الابناء. يعني العمل الاول في دخول الفردوس الاعلى كان النبوه، العمل الثاني تربيه الابناء. عشان تعرفي تربيه اولادك دول انك انت من تخطيطك لمستقبلك انك تربي اولادك تربيه صح وتصبري عليهم، تخطيط. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما سمع صوت يعني نعل سيدنا بلال في الجنة، سمع صوت نعل بلال في الجنة، فالصوت ده يعني شوفوا النبي بيحب أصحابه إزاي، النبي عارف صوت مشية سيدنا بلال، فبيقول له المشية اللي أنا سمعتها في الجنة دي صوت مشيتك أنت يا بلال، أنت بتعمل إيه؟ بلال قال له إيه؟ قال له يا رسول الله إني كلما توضأت صليت، ما شاء الله لي أن أصلي. بلال كان ممكن يقول يا رسول الله أنا بصلي وبصوم وبتصدق وببر إخواني وبدعو لله، لا ده مركز يا جماعة، التركيز دايما هو اللي بيوصلنا لاعلى الدرجات. عشان كده احنا عايزين نركز، عشان كده ذو قرنين ربنا بيقول عليه في سوره الكهف ايه؟ ان مكنا له في الارض واتيناه من كل شيء سببا. اتيناه من كل شيء سببا دي هي السبب الاول لتحطيم نفسيه البشر في الحياه. قبل كده كل المحبطين، قابل كل المحطمين نفسيا، هتلاقيهم ناس اذكياء جدا، عندهم مواهب كتير جدا، عندهم ابواب مفتوحه كتيره جدا، ولكن بسبب تعدد المواهب شتته. طب اعمل ايه؟ انا بفهم في دي وفي دي وفي دي، طب ابقى دي ولا ابقى دي ولا ابقى دي، امشي في الطريق ده ولا ده ولا ده، انا انسان عندي مواهب كتير. من اهم اسباب التحطم النفسي، عشان كده الاكتئاب مرض الاذكياء. ليه؟ لانه عنده مواهب كتير ومش عارف يجمع ما بينها فبيتحطم نفسيا. طب شوفوا ذو القرنين عمل ايه بقى؟ لما ربنا اتاه من كل شيء سببا، لما ربنا اداله مواهب كتير، الايه اللي بعدها فاتبع سببا، حط كل الامكانيات بتاعته في طريق واحد، حط كل الاليات اللي ربنا اداها له ركزها في حاجه واحده. فلما ركز حتى اذا بلغ مطلع الشمس، حتى اذا بلغ مغرب الشمس، لف الكره الارضيه وكان اعظم مجاهد في تاريخ البشريه. ليه؟ وفتح الكره الارضيه كله، لانه ركز، لانه حط كل امكانياته في نقطه واحده وركز فيها. هي ديت القضيه اللي احنا عايزين نقولها، خطط لمستقبلك، خطط لمستقبلك. النار ما تستاهلش ان انت تخططي ازاي تنجي منها. لما دخل، لما كان صحابي من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام معاذ ابن عفراء، وهذا الصحابي كان كل ما يجي له حاجة يطلعها لله، يجيله فلوس يطلعها لله، فمراته اتضايقت فكلمت اخواتها، فاخواتها راحوا كلموه فبيقولوا له يعني مش هينفع كده، طب اقسم من نص بالنص، طب اعمل. قال لهم ايه؟ قال لهم ابت نفسي، ابت نفسي الا ان استتر بكل شيء اجده من النار. يبقى ده انسان كان مركز في قضيه معينه، قضيه ايه؟ قضيه النجاه من النار، وعارف ان القضيه ديت محتاجه ستار بينه وبينها، فكان بيتخذ كل حاجه ربنا بيديها له ستار. ده تخطيط يا جماعه، ده فكر استراتيجي، ده كيف نخطط للنجاه من النار استراتيجيا، ده كيف. طب شوف انت بقى سعيد بن عامر بقى الناحيه الثانيه، سعيد بن عامر سيدنا عمر بن الخطاب بعته عشان يبقى امير في جزء من بلاد الشام، فسيدنا سعيد لما راح سيدنا عمر
عمر بن الخطاب اداله مبلغ، فمراته قالت له هتعمل بيه ايه؟ قال لها تاجر بيه، هتاجر بيه ونسكن اي سكن وخلاص نقضيها يعني وتاجر بيه، وقام راح مطلعه كله لله. فبعد فتره الفلوس اخبارها ايه؟ بتزيد، ما تقلقيش. مراته اكتشفت، عيطت، قال لها بصي بقى، شوف قال لها ايه؟ شوف الكلمه اللي قالها لها عشان تتعلمي منها، عشان انت تتعلم منها. قال لها اني لا ينتظرني جزاء ما افعل، حور عين في الجنه لو اطلت احداهن على الارض لانارت الارض من جمالها، واني لمضح بك من اجلهن ولست بمضح بهن من اجلك. الكلمه دي يا جماعه معناها ايه؟ الراجل ده عارف هو بيعمل ايه. هذا الصحابي مركز، هذا الصحابي بيخطط لدخول الجنة استراتيجيا، هذا الصحابي عارف هو بيعمل ايه. عشان كده سيدنا عبد الله بن جحش لما وقف سيدنا سعد بن ابي وقاص قبل غزوة احد يدعي يا رب انصرنا يا رب، فعبد الله بن جحش قال ايه؟ قال اللهم ارزقني اليوم رجلا كافرا شجاعا صندودا يقتلني، يبقر بطني، يقطع انفي، يجدع اذني، القاك يا رب بدمي، فتقول عبدي لما فعل بك هذا، فاقول فيك وفي رسولك يا رب. عبد الله بن جحش هنا مركز يا جماعه، عبد الله بن جحش مركز في لحظه العرض على الله، قاعد يشتغل ليل نهار لاخر لحظه في حياته عشان العرض على الله، عشان اللحظه اللي هيعرض فيها على الله سبحانه وتعالى. هم دول الناس اللي بيوصلوا، هم دول الناس اللي بيفوزوا. ابو طلحه حاطط راسه على رجل ام سليم زوجته وبيبكي، بتبكي ليه؟ قال لها قال تعالى وان منكم الا واردها، هنعدي كلنا من على الصراط وتحتنا جهنم، واخبرنا ربنا ان واردون ولم يخبرنا ان صادرون. ده انسان مركز، ده انسان كل قضيته في حياته هي الصراط، انسان كل قضيته في حياته ساعه العبور من على الصراط، قاعد يركز من الوقت بر الوالدين بيعدي من على الصراط يبقى ركز فيه، قاعد يركز من الوقت ازاي ان احنا نكمل الطريق اللي على الصراط يبقى عايز اعمال النور بتاعها يكفي لشحن الطريق ده كله، قاعد مركز من الوقت. يبقى خطط لمستقبلك، خططي لمستقبلك، خططوا لمستقبلكم في الدنيا، خططوا لمستقبلكم في الدار الاخره، خططوا للمستقبل بتاعكم عشان تعرفهم باذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي في الاخره او حتى في الدنيا نبقى احنا عارفين احنا بنشتغل ازاي. يا جماعه ما ينفعش ان اهل الدنيا يبقوا محترفين في طلب الدنيا واهل الاخره يبقوا هواه في طلب الاخره، يبقى كده اللي يجي يجي واللي ما يجيش ما يجيش. عايزين نخطط لمستقبلنا في الدنيا واحنا في بدايه السلسله في الدنيا، وانت بادئ من اول حلقه كلام عن الدنيا، لان الدنيا دهيت هي اللي لو عشنا فيها سعداء هنقدر واحنا نطلب الاخره نطلبه واحنا مستريحين. نخطط لمستقبلنا في الدنيا ازاي؟ حديث يزلزل القلب، حديث يغير سلوك المجتمع ده كله لو الناس صدقته، حديث والحديث في صحيح مسلم، حديث صحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام، حديث لو الناس صدقته كل سلوك الناس هيتغير في الحياه، وانت رايح تصلي نفسيتك هتتغير، وانت بتقوم الليل نفسيتك هتتغير، وانت بتعمل اي طاعه نفسيتك هتتغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركزي معايا بقى، اقفل الموبايل بتاعك، ركز معايا، يعني مش وقت كوبايه شاي، مش وقت اي حاجه يا جماعه، خلي كل جزء في جسمك ودن معايا واحنا بنسمع الحديث ده. عايزين نركز مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مسلما حسنة، إن الله لا يظلم مسلما حسنة ولا حسنة واحده هتعمليها وربنا يظلمك فيها. يعني ايه يا رسول الله؟ يعني حاجتين هتاخديهم، ان الله لا يظلم مسلما حسنة، واحد اسمعي بقى يعطى بها في الدنيا. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لك ولا حسنة هتعمليها في الدنيا مش هتاخدي ثوابها في الدنيا يعطى. من اللي بيعطي؟ الله، يعطى بها في الدنيا. يعني كل سجدة هتسجديها، كل ركعة هتركعها، كل صفحة قرآن هتقريها، كل آية هتصلي بيها، كل ليلة هتقوميها، كل جلسة ضحى هتقعدها، كل مرة هتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مسلما حسنة يعطى بها في الدنيا. يبقى ولا حسنة ولا حسنة. طب وبعد كده يا رسول الله؟ ويجزى بها في الاخره. يعني انت هتاخد على كل عمل صالح بتعمله في حياتك هتاخد ثوابين، ثواب في الدنيا وثواب في الاخره. اللي يصدق الحديث ده، لو انت مصدق ربنا يا جماعه، احنا بنعامل ربنا معامله، لو عملتيها لدكتور الماده يسقطك، لو عملتها لمراتك تخلعك، لو عملتها لجوزك يطلقك، لو عملتها ل
اي انسان يعني انا مش عايز اقول هيتعامل معاك ازاي، احنا بنعامل ربنا ازاي. ربنا بيقول لنا كل ده، ربنا بيوعدنا، مش مصدقين وعود ربنا سبحانه وتعالى، مش مصدقين وعود الملك سبحانه وتعالى. احنا مش عايزين نندم يا جماعه، مش عايزين نندم، خلاص كل حاجه قربت، علامات الساعه الصغرى كلها ظهرت، مش عايزين نندم. موت الفجأة زاد، الواحد بينزل دلوقتي بره بيته ما بيرجعش، الواحد دلوقتي بيتكلم في شغله ما بيرجعش. في اي لحظه ممكن اي حاجه تحصل، في اي لحظه ممكن الحياه كلها تنتهي. الممثل اللي اتفق مع فتاه على الزنا وذهبت معاه في الشقه اللي هو حددها وهو بيقع في الزنا، قاعد ياخد منشطات منشطات، قاعد ياخد هذه الامور، مات، جاله هبوط في الدوره الدمويه مات. البنت هربت من المكان يوم 2 3 4 5 ايام ما حدش حاسس بيه، وهو ميت عاري على فراش الزنا وفي وضع الزنا، لحد ما الجيران شموا الريحه بتاعته، الناس كسرت الباب دخلت لقت فلان الفلاني نايم عاري ومات وهو يزني وجثته متعفنه. يعني الانسان ممكن يكون المعصيه اللي بتتعرض عليه دي هي اخر حاجه هتتعرض عليه في حياته، ممكن يكون ده اخر امتحان هيمتحنه في حياته. يعني الانسان لازم يفكر يا جماعه ولازم يركز. عايزين نركز يا اخوانا، احنا بنقرا قران بس مش مركزين، بنصلي بس مش مركزين، بنشتغل في الدعوه بس مش مركزين. عايزين نركز. من اجمل الحاجات اللي اثرت فيها لما كنت في جامعه اسكندريه ولقيت الاسره اللي كانت مستضيفاني اسمها ركز، فطلع الشاب يقدم الاسره قبل ما نبدا الندوه، فبيقول احنا سمينا الاسره بتاعتنا ركز ليه؟ فبيقول لان سبب فشل الناس في الحياة مش انهم ما بيشتغلوش، انهم مش مركزين في اللي هم بيعملوه. فقضية ان احنا نركز يا اخوانا، ان احنا نركز عشان نقدر ان احنا نوصل. خطط لدنيتك، خطط لدنيتك. لما ربيع بن كعب الاسلمي الشاب الصغير بتاع اهل الصفة اللي ما فيش حذاء في رجله يلبسه، اللي لو ما حدش عشاه هينام من غير عشاء النهاردة، اللي ملوش بيت بينام في المسجد، ربيع بن كعب الاسلمي لما عمل خدمة للنبي عليه الصلاة والسلام، ويعني فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له سلني يا ربيع اطلب، يعني المحافظ الوقت بيقول لي اطلب وانا محتاج، اقول له شقة رسول الله، ده واحد من اهل الصفة عايز يتجوز، اتقدم لواحدة ليه يا رسول الله عشان يجوزوها لي يا رسول الله، طب اعانة شهرية يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ربيع بن كعب الاسلامي مركز، ولما جات الفرصة المركز دايما لما بيجي له الفرصة بيكسر الدنيا. ليه؟ لانه مركز، لانه عارف هو عايز ايه. ربيع بن كعب الاسلامي محدد هدفه في الحياة، انت محدد هدفك في الحياة، انت محدد هدفك وقضيتك في الحياة. اول ما جات له الفرصة الباب اتفتح، سلني يا ربيعة اسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام بوغت بالاجابة، النبي عليه الصلاة والسلام قال له او غير هذا؟ النبي مش متخيل، كان متوقع هيقول له فلوس، هيقول له جوزني، هيقول له سكنني، هيقول له اكلني. انما ربيعة بن كعب الاسلامي قال له اسألك مرافقتك في الجنة. ده انسان مركز، ده انسان عارف هو عايز ايه، ده انسان محدد هدفه. عشان كده يا جماعة دايما كتاب السيرة بيذهلوا ازاي طفلين يقتلوا ابو جهل في غزوة بدر، طفلين يدخلوا يقتلوا ابو جهل. انتوا فاكرين ابو جهل ده كان داخل كده غزوة بدر كده، ده داخل حواليه حراسة ومدجج بالحراسة، ازاي طفلين قتلوا يقتلوا ابو جهل؟ لان هم من قبل ما يدخلوا المعركة سألوا عبد الرحمن بن عوف، سمعنا ان ابا جهل يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنقتلن، ومصممين انهم يقتلوه. يبقى طفلين داخلين معركة محددين هدفهم قتلوا رأس الكفر، قتلوا فرعون هذه الأمة. طفلين، فرعون يتقتل على ايد طفلين، لان هم مركزين. فهي دي القضية، قضية ان ربيعة بن كعب الاسلامي مركز، عارف هو عايز ايه. اسألك مرافقتك في الجنة او غير هذا؟ لا اسألك غيرها، هي دي يا رسول الله، هي دي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له ايه؟ قال له اعني على نفسك بكثرة السجود، على قد سجداتك على قد درجاتك. يبقى انت، انا هجتهد في الدعاء وانت اجتهد في السجود، وان شاء الله تبقى معايا في الجنة يا ربيعة يا ابن كعب الاسلامي. يبقى انا عايز اقول لك دلوقتي، لو انت مكانه، لو انت مكانه ورئيس الجمهورية بيقول لك اطلب مني، هتطلبي ايه؟ وانت هتطلب ايه؟ هتعمل ايه؟ لو انت مكان ربيع بن كعب ما كانش عايز دنيا، كان عايز اخره. يبقى انسان يا جماعه يعني اللي زي ربيع بن كعب ده بيجي له امراض عصبيه وفي سنه، يعني انا قابلت الشباب اللي في سنه اللي عندهم الظروف الماديه اللي هو كان عايش فيها، عندهم امراض نفسيه وبيروحوا الاطباء نفسيين ومن هم في السن ده اهو وهم صغيرين، انما ضغوط الدنيا فتكت بنفسيتهم، وحش الامراض النفسيه عصر نفسياتهم. ربيع بن كعب كان سعيد ازاي؟ وكان مستقر نفسيا ازاي؟ لانه هو كان مع ربنا سبحانه وتعالى، كان مع الله. انما الانتحار اللي موجود دلوقتي، كل يوم بينتحر على وجه الارض 4000 واحد، 4000 واحد بينتحروا كل يوم على وجه الارض. بينتحروا ليه؟ مش نفسهم يعيشوا زيهم زيك، مش نفسهم يسعدوا زيهم زيك، مش عندهم طموحات زيهم زيك، امال بينتحروا ليه؟ ايه اللي بيوصلهم للانتحار؟ لان هم مش مخططين للدنيا صح،
هم فاكرين ان السعاده في الدنيا بتيجي انما ربيعه بن كعب الاسلامي فهم ان ال 4000 دول ما فهموش، فهم ان كل اللي بينتحروا في الدنيا دي كلها ما فهموش. عشان كده ربيعه بن كعب كان فقير. تعرفوا ان الامم المتحده صنفت ان السبب الاول في الاكتئاب في العالم، الاكتئاب هو سبب الانتحار، قالت ان السبب الاول للاكتئاب في العالم هو الفقر، الفقر. طب ربيعه كان فقير، ما كانش مكتئب ليه؟ ما كانش محطم نفسيا ليه؟ كان سعيد ومبتهج ومنطلق وبيطمح وبيحلم ليه؟ لان هو كان عارف ان السعاده في الدنيا بسبب الدين. سيدنا حرام بن ملحان وبيتكلم عن ربنا في وسط الجزيره العربيه، وقام جاي واحد من ظهره قمطعنه، حركه خيانه، اتقتل. تخيلي لو انت مكانه تعملي ايه؟ هتبص تشوف اللي قتلك، هتقول حرام عليكم تقتلوني ليه وانا بكلمكم عن ربنا، هتجري على مستشفى تدوري على حد يعالجك. ربيعه بن سيدنا حرام بن ملحان ما بصش وراه، فضل ياخد الدم ويتزين للقاء الله ويغرق الدم في جسمه، فرحان فرحان بالموت اللي هو بيموت، وبيقول فزت ورب الكعبه، فزت ورب الكعبه. اللي طعنه اسلم من الذهول من المنظر. يا جماعه فزت ازاي؟ ده انت بتموت. ده الناس دلوقتي من اكتر الامراض النفسيه المنتشره عند الاطباء النفسيين رهاب الموت، من اكتر الامراض المنتشره، خايف من الموت، يبدا ياخد معدات نفسيه اخر 30 سنه في حياته. ليه؟ لانه خايف من لحظه الموت. سيدنا حرام بن ملحان بيموت وبيقول فزت ورب الكعبه، فرحان. اللحظه اللي النفوس فيها بتتحطم، اللحظه اللي لما بتدخل المستشفى وتشوف منظر المحتضرين ومنظر الياس اللي على الوجوه ومنظر الاكتئاب اللي على الوجوه. كنت معاد اخواني ورحنا نزور واحده قريبته، بصيت لمنظرها قبل ما تموت بايام، قلت له ده عندها اكتئاب نفسي فظيع. قال لي عرفت منين؟ ما بتنطقش اصلا. قال لي فعلا الدكتور قال ده عندها ياس من الحياه. قلت له منظر الوش بتاع الانسان اول ما بيقرب من الموت بيحس بالياس، بيحس بالسواد، والعياذ بالله. حرام بن ملحان واقف وسط اللي قتلوه ووسط اللي تأمروا على قتله، واقف يصرخ ويقول فزت ورب الكعبه، الحمد لله على الموت العظيمه دي يا رب. مات موتت مؤمن، قال ياسين، مات موتة ربنا خلينا في القرآن، مات موتة عظيمة، فرحان بالسبب اللي هو مخلي الناس ماشية مكتئبة في الحياة ومخلي الناس ماشية مخنوقة في الحياة. يبقى مين يا جماعة اللي مخطط لدنيته؟ الناس اللي قاعد يخطط للدنيا بأسباب الدنيا وفي الآخر انتحر، وفي الاخر الفيس بريسلي انتحر ليه؟ داليدا انتحرت ليه؟ مارلين مونرو انتحرت ليه؟ كريستينا اوناسيس انتحرت ليه؟ كل الشخصيات العالميه دي انتحرت ليه؟ كل الناس دي انتحرت ليه؟ لو كانت الدنيا بتجيب سعاده، خطط لدنيتك بالصله بالله، خطط لسعادتك في سعادتك في الدنيا بالصله بالله، خطط لرزقك بقول الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. ده مش رئيس جمهوريه مرشح نفسه في الانتخابات وبيوعدك، ده مش مرشح مجلس شعب مرشح نفسه في الدائره بتاعتك وبيوعدك، ده ربنا اللي بيوعدك، بيقول لك هفتحها عليك من السماء والارض. مصدقين ربنا؟ وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، لا نسالك رزقا، امال ايه يا رب؟ نحن نرزقك. صلي وربنا يرزقك، صلي وربنا يفتح عليك، صلي وربنا يديكي، صلي وربنا يغمر حياتك بالامن والعطاء. ما انساش ابدا بنت لبست نقاب وبعتالي رساله بتقول اول ما النقاب حضن وشي. انا قريت الكلمه كده، ده شوف الكلمه ده، هي حاسه يعني كان واحده مثلا ايه، واحده مثلا اتجوزت اللي بتحبه وبتقول اول ما خدني مثلا بين ايديه، ده واحده بتقول لك اول ما النقاب حضن وشي حسيت، واحده توصف في مشاعرها. انا كلمه حضن وشي الكلمه دي علمت في قلبي يا جماعه، يعني هو هي حاسه بسعاده للدرجه ديت. واحده ثانيه اول ما لبست حجاب امهات المؤمنين بعتت كلمه بتقول كلمه غريبه قوي، بتقول انا حسيت ان انا عروسه، الدنيا كلها بتزفني، الدنيا كلها بتزفني. تخيلوا ان في ناس بتعيش سعداء بالدين للدرجه ديت. شاب من الشباب بعت، يعني شاب من الشباب، يعني كان ليله 23 رمضان، الشاب ده كان ممثل كوميدي وممثل مسرحي، والشاب ده جه في رمضان قال انا عايز اتوب لربنا، انا عايز اتغير، انا عايز اغير حياتي. بدا يدخل الجامع ويصلي، قلبه زي الحجر ما هوش حاسس بحاجه. يوم اتنين، اسبوع اتنين، تلات اسابيع من رمضان عدوا ما هوش حاسس بحاجه. بيقول جت ليله 23 وخلاص الدنيا ظلمت في وشي، بيقول ما اناش عارف اعمل ايه، ايه اللي اعمله؟ لقى واحد صاحبه بيتصل بيه قال فلانه صاحبتنا، انا تيم مع بعض بقى، فلانه صاحبتنا في الشله عزمانا على عيد ميلادها النهارده، وهيبقى في خمر وهيبقى فلانه جايه وفلان جاي وفلانه جايه وفلان جاي، سهره بقى من السهرات بتاعتهم بقى، يعني مش ديش بارتي بقى ولا فيستيفال كالر ولا ده، حاجه بقى سهره شبابيه بقى، واصحاب مع بعض بقى داخلين في هذا الكادر مع بعض. قال له كل اللي انت نفسك فيها بقى موجود الليله. فبيقول ساعتها حسيت ان ده الامتحان اللي ربنا بيمتحني بيه، انا هقدر اقول لا ولا مش هقدر؟ كلمه لا اول كلمه انت بتقوليها عشان تدخلي في الاسلام، لا اله الا الله، لا، انك تقولي لا لكل حاجه تعطلك عن ربنا، والا ما ينفعش انك تدخلي
في هذا الطريق. فبيقول قلت لهم لا انا مش جاي انا عايز اتوب لربنا. بيقول قفلت السماعة قفلت السكة واول مرة احس بالنور ده في قلبي واول مرة احس بالراحة دي جوايا. اول مرة بيقول رحت اصلي التراويح خلصت التراويح وانا قلبي في السماء. خرجنا كلنا من المسجد لقيت قلبي مخطوف للمسجد تاني. الناس كلها خارجة برة وانا بجري على جوه تاني. بيقول وقفت اصلي ونزلت اسجد. بيقول سجدة كل ذكريات حياتي عشتها فيها. بيقول سجدة كل تاريخ حياتي جي فيها. بيقول السجدة دي اعظم واجمل ذكريات حياتي كلها في السجدة دي. في واحدة ذكريات حياتها في السهرة الفلانية واليوم الفلاني. في واحد ذكريات حياته يوم فرحه ولا يوم ما تخرج. دي ذكريات حياته في اللحظة اللي ربنا فتح قلبه للسجود فيها. وقلبه عاش مع ربنا في السجدة دي فيها. السعادة اللي الانسان بيعيشها وهو مع ربنا لا يمكن يجيبها من اي مصدر تاني. خطط لمستقبلك. النهاردة كنا بنبدأ في السلسلة ديت. كنا بنبدأ في سلسلة خطط لمستقبلك. خطط لمستقبلك. النهاردة كنا بنتكلم عن نقطة في التخطيط للدنيا. ازاي ان احنا نخطط لدنيتنا. ازاي ان في الوقت الناس كلها تعساء نعيش احنا سعداء. ازاي ان في الوقت الناس كلها مخنوقة نعيش احنا صدورنا منشرحة. ازاي في الوقت اللي الكآبة بتفترس الناس افتراس نعيش احنا موصولين بربنا سبحانه وتعالى. ازاي والناس بتجيب الجنيه بطلوع الروح ربنا يفتحها عليك انت. ازاي والجواز اصبح كرامة من الكرامات اللي بتتجوز الوقت يدوها نوبل. ازاي في الوقت ده انت ربنا يرزقك زوج يعيشك سعيدة في الدنيا ويبقى رفيقك في الفردوس الاعلى. ازاي ازاي يا جماعة والناس كلها بسبب المعاصي والذنوب عايشة حياة كئيبة خنيئة. ازاي انت تعيش اسعد حياة وازاي انت تعيش اجمل حياة واطيب حياة. خطط لمستقبلك مرة مرة وحلقة حلقة ان شاء الله بإذن الله. هناخد في برنامج شبابيك اتنين هناخد في المرحلة التانية من الشبابيك اللي بنحاول نفتح قلوبنا لنور ربنا عشان يدخل فيها ونفتح شبابيك على الحياة بيننا وبين الحياة. ازاي في البرنامج ده ازاي نقدر نخطط للحظة الاحتضار للموت لنعيم القبر للجنة للحظة العرض على الله للفردوس الاعلى للشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض. ازاي ان احنا نخطط ان احنا ناخد الصحيفة بتاعنا باليمين. ازاي ان احنا نخطط ان كافة الحسنات تطب. ازاي احنا نخطط ان احنا نعدي من على الصراط. ازاي ان احنا نخطط ان احنا نبقى رفقاء النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. ازاي ان احنا نخطط لرضا الله انك تحط راسك على المخدة بالليل وربنا راضي عنك وربنا سبحانه وتعالى راضي عنك. ازاي ان احنا نخطط يا جماعة لان احنا نقف على منابر من نور في ظل عرش الله. خططوا لمستقبلكم ربنا يسددكم ربنا يبارك فيكم ربنا يهدي شباب الامة ربنا يهدي شباب مصر وبنات دبي وبنات تونس ورجالة المغرب. ربنا يهدي كل شاب وفتاة وكل راجل وامرأة وكل طفل من اطفال الامة دول ايا ما كانوا تحت اي سماء وفوق اي ارض. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.